نحن رايحين لغة فرنسية نستأنف مع بعض الأقوال باللغة الفرنسية. أول قول كما نرى عندنا فد الفقرة ما لا سجاني إن موفيز بايو تفاق خوا كتيا إن موفيز في لا تترك بالمرة إن موفيز بايود يعني فترة أو حقبة سيئة يعني لا تترك فترة تمر بها تكون سيئة تفاق خوا تجعلك تظن أو تعتقد كتيا إن موفيز في بأنه عندك حياة سيئة. طبعا كل شخص إلا ولو فترات في حياته تكون سيئة طبعا الحال وعصيبة. إذن عليك بأن لا تجعل فترة من الفترات تدفعك للاعتقاد بأن كل حياتك سيئة. إذن طبعا الحال كل شخص إلا ولو فترات سيئة وعصيبة وصعبة. إذن الإنسان عليه طبعا الحال عندما يمر بفترة من الفترات والتي لا بد منها عليه أن لا يعتقد بأن كل حياته سيئة ويقارن نفسه بما يراه عن الآخرين بأن حياتهم جيدة على عكس حياته هو. والحقيقة أن كل الناس يمرون بفترات صعبة. إذن نولاس جامع الموفيز بيريود تفاك خوا كوتيا الموفيز في لا تترك بالمرة فترة سيئة تفاق خوا تجعلك تعتقد كوتيا الموفيزي بأن أنت عندك كوتيا لأنه عندك الموفيزي يعني حياة سيئة. نولاس جامع الموفيز بيريود تفاق خوا كوتيا الموفيزي. في المثل الموالي لبخنيبا أول خطوة لبخنيبا pour avoir ce que vous voulez لكي يكون لك ما تريد سيدافوار كوراج هو أن يكون لك طبعا الحال هنا هو أن يكون سيدافوار هو أن يكون لكوراج لكوراج يعني الشجاعة لكيتي لترك المقصود لتترك ce que vous ne voulez plus لتترك ما لا تريده بالمرة. إذا لو بخوميي با بور أفوار سو كو فو فولي سي دافوار لو كوراج دو كيتي سو كو فو نو فولي با سو كو فو نو فولي با هو أن يكون لك الشجاعة لتترك ما لا تريده ما لا تريده بالمرة. لو بخوميي با بور أفوار سو كو فو فولي سي دافوار لو كوراج دو كيتي سو كو فو نو فولي با أول خطوة ليكون لك ما تريد هو أن تكون لك الشجاعة لتترك ما لا تريده. لو بروني با بور افوار سو كو فو فولي سي دافوار لو كوراج دو كيتي سو كو فو نو فولي با. في القولة الموالية فيفر اي لا شوز لا بلو غار دي موند فيفر طبعا الحال هي عاشة فيفر اي لا شوز لا بلو غار دي موند طبعا الحال لو فيرب فيفر هي فعل عاشة طبعا الحال تيجي بعد مرات بحال الحالة اللي عندنا هنا تيجي بحال المصدر vivre est la chose la plus rare du monde يعني أن العيش هو الشيء القليل في العالم أو كما لو نقول العيش هو الأمر القليل في العالم يعني أن الناس أكثرهم لا يعيشون. vivre est la chose la plus rare du monde إذن العيش هو الشيء القليل في العالم أو هو الأمر القليل في العالم. la plupart des gens la plupart des gens يعني أكثر الناس ne font يعني لا يجعلون كيكزيستي نوفون هذا لافير فيغ يعني فعل فاعل جعل عاملة. إذا نوفون كيكزيستي نوفون كو يعني لا يفعلون إلا نوفون كو إكزيستي يعني أنهم لا يفعلون إلا باقية المقصود أنهم لا يفعلون إلا البقاء بمعنى آخر أنهم لا يعملون إلا على البقاء. إذا فهذه القولة أكثر الناس لا يعيشون بل أنهم يتواجدون فقط. إذا كان فرق شاسع بين أن الإنسان يكون موجود هو فقط معمر واحد البلاصة وبين شخص أنه يعيش. vivre est la chose la plus rare du monde. la plupart des gens يعني أكثر الناس ne font qu'exister يعني أنهم لا يعملون إلا على البقاء. vivre est la chose la plus rare du monde. la plupart des gens ne font qu'exister يعني أن أغلب الناس لا يفعلون إلا تواجدا يعني أنهم لا يقومون إلا بالتواجد وملء
فراغات معينة ضمن أماكن معينة. Vivre est la chose la plus rare du monde. La plupart des gens ne font exister. في القول الموالية qui parle sème, qui écoute récolte. Qui parle sème, qui écoute récolte. Qui parle الذي يتكلم sème. سرور سمي يعني فعل زرع. إذن الذي يتكلم هو شخص يزرع. إذن بيتاغورونا يمثل الشخص الذي يتكلم كالشخص الذي يزرع. كي إيكوت الذي يسمع، طبعا الحال عندنا لفير إيكوتي يعني السماع. كي إيكوت الذي يستمع ريكولت يحصد. إذن الشخص الذي يتكلم هو شخص يزرع، والشخص الذي يستمع هو شخص يحصد. إذن واضح بأن الإنسان الذي يحصد أحسن بدرجات كبيرة من الشخص الذي يزرع. كي بارل سام كي يكوت ريكولت. العبارة الموالية جو نو بير جامي، جو نو بير جامي يعني أنا لا أخسر أو أفقد بالمرة. سلوفير بيردر، سلوفير بيردر هذا فعل فقد أو خسر. جو نو بير جامي يعني أنا لا أفقد بالمرة، لن أفقد بالمرة. سوا جو غان سواء أنا أربح، على الحال عندنا لوغان غاني هنا، لوغان يعني الربح. سوا جو غان سواء أنا أربح، سوا جابخون أو أنا أتعلم. إذا طبعا الحال في الحياة الإنسان يا إما أنه يربح أو أنه يتعلم من خطأ ارتكبه أو من خسارة حصلت له. إذا الإنسان طبعا الحال من حيث الأصل إذا سواء أنه يربح أو سواء أنه يتعلم. إذا الكاتب هنا بطبيعة الحال يريد أن يقول لنا بأن الإنسان عليه أن يسعد في الحالتين، عندما يربح إذا في هذه الحالة فهو يربح، وعندما يخسر في هذه الحالة فهو يتعلم. إذا فبدل اليأس أو بدل الحزن فعلى الإنسان أن يأخذ الدروس من الخسارة ثم يعيد كرة. إذا بطبيعة الحال أكيد ستكون له تجارب وستكون له خبرة أكبر حتى ولو في الخسارة. إذن je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. في القول الموالية il ne faut pas يعني لا يتوجب attendre d'être parfait. لا يتوجب الانتظار لتكون مثاليا. Pour commencer لا تنتظر لتكون مثاليا لكي تبدأ عملا جيدا، لتفعل شيئا جيدا. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. إذن لا يتوجب الانتظار لتكون مثاليا كاملا وكومنسي لكي تبدأ كلكو شوز دو بيان، لتبدأ شيئا جميلا. بل على الإنسان من خلال ما يملكه من معلومات من خبرة ولو بسيطة أن يعمل ما بوسعه من الأشياء الجميلة وفي حدود استطاعته. إذن il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. في القول الموالية quand on est petit on pleure alors que tout va bien, mais quand on est grand on sourit alors que tout va mal. Quand on est petit on pleure alors que tout va bien, mais quand on est grand on sourit alors que tout va mal. عندما نكون صغارا نبكي في حين أن الأمور تسير بشكل جيد. alors que tout va bien. في حين أن كل شيء يسير بشكل جيد. quand on est petit on pleure alors que tout va bien. mais ولكن quand on est grand عندما نكون كبارا on sourit. c'est le verbe sourire يعني عندنا فعل ابتسم. on sourit يعني أننا نبتسم. alors que tout va mal في حين أن الكل يسير بشكل سيء. إذا طبعا الحال عندما كنا صغارا كنا نبكي رغم أن الأمور كانت كما نتذكرها جيدة، في حين أننا ونحن كبارا نبتسم ونحاول الابتسام رغم أننا نحس بأن كل شيء ليس على ما يرام، بأن كل شيء يسير بشكل سيء. quand on est petit on pleure alors que tout va bien. Mais quand on est grand, on sourit alors que tout va mal. في القول الموالية c'est de l'enfer des pauvres que fait le paradis des riches.
c'est de l'enfer des pauvres que fait le paradis des riches. Et donc c'est de l'enfer. إنه من جهنم. إنه من جهنم. أبدح الأنفر هو جهنم. C'est de l'enfer. إنه من جهنم. من جهنم من؟ Des pauvres. من جهنم الفقراء. كيف في؟ كيف في؟ C'est-à-dire qui est fait. يعني أنه تم. C'est de l'enfer des pauvres. إنه من جهنم الفقراء. كيف في؟ يعني أنه مصنوع. كيف في؟ يعني أنه تم. وعمل وجعل جعل ماذا؟ لباغادي دي ريش جعلت جنة الأغنياء إذن من جهنم الفقراء من جهنم الفقراء صنعت وتمت وعملت جنة الأغنياء كما لو يقول فيكتور هيغو بأن جنة الأغنياء هي مصنوعة من جهنم الفقراء C'est de l'enfer des pauvres que fait le paradis des riches. Tabadhal le paradis, yani jannah. Tabadhal y'a kalima mudakkara fi l'oral faransiya. Fi l'qawla l'mualiya, réfléchir, c'est difficile. Fakkara y'a sa'ab. Al-maqsuduna, al-tafkira sa'ab. Réfléchir, c'est difficile. Tabadhal adna réfléchir, yani fakkara. Al-maqsuduna, al-tafkir, c'est difficile. Al-tafkir huwa sa'ab. C'est pourquoi هذا لماذا؟ C'est pourquoi هذا لماذا؟ La plupart des gens jugent. أكثر الناس يحكمون. لذلك أكثر الناس يحكمون على الآخرين. فبدل التفكير الذي هو صعب يلجأون للحكم على الآخرين الذي هو سهل. Réfléchir. C'est difficile. C'est pourquoi la plupart des gens jugent. إذن التفكير صعب. وهذا لماذا أكثر الناس يحكمون طبعا الحال عندنا لغة جيجي ومنها لجيج يعني القاضي إذن كمان نقول الحاكم إذن réfléchir c'est difficile c'est pourquoi la plupart des gens jugent فالقول الموالية جيجي une personne يعني أنك تحكم شخص المقصود أنك تحكم على شخص وتلبسه أمورا أنت تظنها فيه جيجي إن بيرسون تحكم شخصا مقصود أنك تحكم على شخص أو بمعنى آخر الحكم على شخص عندنا الفعل هنا ما مصرفش عندنا الفعل ما مصرفش إذن يأتي كالمصدر في اللغة العربية إذن جيجي إن بيرسون يعني أنك تحكم على شخصا نو ديفيني با كي إلي نو ديفيني با كي إلي نو ديفيني با يعني أنه لا يعرف كي إلي من يكون طبعا الحاجة نتكلم على لا بيرسون عندنا اون بيرسون يعني شخص هي في اللغة الفرنسية كلمة مؤنثة نقول اون بيرسون المقصود شخص طبعا الحاجة شخص في اللغة العربية كلمة مذكرة إذن جيجي هذا الشيء قلنا كي إلي كما لو نقول من تكون جيجي اون بيرسون نو ديفيني با كي إلي إذن الحكم على شخصين لا يعني بأنك قد عرفته جيجي اون بيرسون نو ديفيني با Qui elle est? Mais plutôt, qui vous êtes? Mais plutôt, qui vous êtes? Juger une personne, يعني أنك تحكم على شخصين, ne définit pas. إذن هذا الحكم الذي تقوله وتلبسه لشخص آخر, إذن هذا لا يعني بأنك قد عرفته. Ne définit pas qui elle est. إذن هذا الحكم لا يعرف من يكون, لا يعرف من يكون هذا الشخص حقيقة. Mais, ولكن, plutôt, ولكن. يعني بالأحرى كيف وزات ولكن بالأحرى من تكون المقصود أن هذا الحكم الذي قلته على هذا الشخص هو لا يعرفه لا يعطي تعريفا بقدر ما قد أعطيت تعريفا لنفسك هذا هو المقصود هنا عندما تحكم على شخصين فهذا لا يعني بأنك قد عرفته للناس بقدر ما قد عرفت نفسك للناس هذا هو المقصود هنا جيجي إن بيرسون نو ديفيني با طبعا الحال عندنا لفاغ ديفينيغ يعني عرف ومنها لا ديفينيسيون يعني التعريف مثلا لا ديفينيسيون دان مو يعني تعريف كلمة إذن عندنا هنا جيجي إن بيرسون نو ديفيني با كي إلي يعني الحكم على شخصين لا يعرف من يكون هو هذا الشخص ما بليطو ولكن بالأحرى كي فوزات ولكن يعرف من تكون أنت هو بالأحرى يعرف من تكون أنت إذن طبعا الحال هذا يقع كثيرا عندما شخص يجلس معك ويقول لك بأن فلان كذا وكذا
فأنت وبصورة تعريف من يكون الشخص الذي يتحدث معك. فعندما ينتقد لك شخصا تعرفه جيدا فأنت تعرف مباشرة من يكون الشخص الذي يحدثك. إذن juger une personne ne définit pas qui elle est mais plutôt qui vous êtes. القول الموالية ne vous trompez pas entre ma personnalité et mon attitude. Ne vous trompez pas يعني لا تخلط أو لا تخطأ كما نقول entre ma personnalité يعني بين شخصي et mon attitude وبين موقفي وبين موقفي. Ma personnalité. Ma personnalité يعني شخصيتي. Ma personnalité est qui je suis. يعني شخصيتي هي ما أنا عليه. Et qui هي التي je suis. يعني أنا. أنا هو. يعني أنا هو. Je suis. إذن ma personnalité est qui je suis. إذن شخصيتي هي ما أنا هو. ما أنا عليه كما لو نقول. Et mon attitude وموقفي dépend. طبعا الحال عندنا الغير ديبوندغ يعني تابعة إلى آخره. إذن ديبون يعني أنه يتبع ديبون دو كي فوزات. إذن موقفي يتبع دو كي فوزات من أين أنت كما نقول. إذن يتبع دو كي فوزات يتبع الذي هو أنت عليه. إذن موقفي يتبع الذي أنت عليه. المقصود أن موقفي يتغير حسب ما أنت عليه. طبعا الحال إذا كنت خاطئا سيكون لموقف وإذا كنت مصيبا سيكون لموقف. فلا تخلط بين موقفي وبين شخصيتي. Ne vous trompez pas entre ma personnalité et mon attitude. Ma personnalité est qui je suis et mon attitude dépend de qui vous êtes. ونختم بالقول الموالية tu n'apprends rien de la vie si tu penses que tu as toujours raison. Tu n'apprends rien. عندنا الفار apprendre يعني تعلم. Tu n'apprends rien. يعني أنت لم تتعلم شيئا de la vie من الحياة. Tu n'apprends rien de la vie. أنت لم تتعلم شيئا من الحياة si tu penses. إذا أنت تفكر. C'est le verbe penser. يعني فكر. أو ظن أو اعتقد. Si tu penses. إذا أنت تعتقد que tu as toujours raison. إذا كنت تظن بأنك أنت دائما على حق. أنت دائما عندك حق. إذن si tu penses que tu as toujours raison. إذا كنت تظن بأنك دائما أنت عندك صواب وعندك حق وأنك لا تخطئ. إذا كنت تظن نفسك هكذا فأنت لم تتعلم شيئا من الحياة. Tu n'apprends rien de la vie si tu penses que tu as toujours raison. إذن نكتب هذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.